أهلا وسهلا فيكم من كل مشاربكم من كل مديريات الوطن. بدي أحييكم، أحيي مدارسكم، أحيي معلميكم. يعني اليوم نحن استكمالا للفعاليات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الأليمة، الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، اليوم تقام هذه البطولة، بطولة ألعاب القوى التي تشارك فيها مديريات التربية والتعليم في الوطن، وطلبتنا بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية واتحاد ألعاب القوى، وتقيمها وزارة التربية والتعليم. اليوم حط الرحال بهؤلاء الفرسان وهؤلاء اللاعبين والطلبة والطالبات على أرض محافظة طول كرم، على أرض جامعة فلسطين التقنية، الذي نقدم لهم كل الشكر والتقدير. وإن شاء الله كل طفل من هؤلاء وكل طالب من هؤلاء ارتدى هذه التيشيرت وهذا القميص الذي يشكل حالة من إعادة تجديد الرواية لهؤلاء الطلبة، أن تكون هذه المناسبة محفورة في قلوبهم كما هو محفور حق العودة المحتوم إن شاء الله. وكما ذكرت أنا أنه يكون إن شاء الله إقامة مثل هذه البطولات وأي فعاليات على أرض حيفا وعكا ويافا يوم العودة إن شاء الله. حاليا احنا متواجدين في بطولة المدارس لألعاب القوى على مستوى المحافظات الوطن جميعها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم والاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى. حاليا انا موجودة هن تمثيلا ألعاب القوى والمدارس بشكل عام. اخترنا جامعة خضوري لأنها هو هون الملعب القانوني الوحيد الموجود عندنا بفلسطين، ما فيش عندنا مضمار غيره هون، باقي المدن عبارة عن أرضية أسفلت مش صحيحة للسباقات في ألعاب القوى، فهذا المضمار القانوني الوحيد الموجود، وبدنا نورجي الاحتلال إنه إحنا برضو موجودين في هذا الملعب، لأنهم ما بدهم إيانا نستعمل هذا الملعب، فإحنا لا حابين نكون متواجدين ونضل متواجدين. 400 متر ذكور هي حالة بلش بالإعمال، دائما هون صرنا نعملها، وإن شاء الله لو قدام بصير في عنا ملاعب أكثر في البلد.